من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. مسار الساعات الدراسية في مدارس تعليم القيادة في السعودية. إذا كنت مستجدة وأول مرة بتسجلين في مدرسة تعليم القيادة ما تعرفين تسوقين، بالعادة يعطونك 30 ساعة. الثلاثين ساعة هذه تكلفتها 2520 ريال، تحتوي على التالي: 8 حصص نظرية وساعتين محاكاة و20 حصة عملية كل يوم ساعتين، رسوم ذلك 2520 ريال تقريبا. هذا موحدة في أغلب مدارس تعليم القيادة. أوكي. مسار 12 ساعة. لنفرض أنك أنت قدمتي على مدرسة أن عندك مهارة وتعرفين تسوقين واختبروك، قالوا لك أنت تحتاجين 12 ساعة، يعني ذلك أنه يعلمونك 4 ساعات نظري و8 ساعات عملي. قيمة الـ 12 ساعة 1100 ريالين، علما أن بعض المدارس عندهم فقط 30 ساعة، يعني ما عندهم تقييم مهارة، يعني فقط للمستجدين. تقول والله أنا عارف أسوق أبي مهارة أو عندي مهارة، يقولش لا تبين 30 ساعة كمبتدئ أوكي، ما تبين هذا المتوفر اللي عندنا. طيب نجي حق المسار الثالث، وهو اللي تعرف تسوق يعني بشكل جيد، تقول أنا والله أعرف أسوق وعندي مهارة ويختبرونها، تطلع والله تعرف تسوق، تقول لها أنت تحتاجي بس 6 ساعات. قيمة 6 ساعات 551 ريال، ما في نظري فقط عملي، تدريب عملي ساعتين ساعتين ساعتين، يعني أكثر تام تقريبا. إذا خلصت طبعا خلاص يقول لها أنت أوكي يلا روحي المرور، تروح المرور هناك تدفع الرسوم. طبعا الرسوم اللي أنا ذكرت كل هذه رسوم مدرسة تعليم القيادة بروحها، المرور له رسوم بروحها. المرور يأخذ على رخصة 5 سنين 200 ريال، وام 10 سنين 400 ريال. بذلك أعطيتكم معلومة، دمتم بود. متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية. السيارة ما يحتاج تروحين السوق، للطلب الآن